بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله القرص الطريه والنعمه المحشيه بالجبنه. عندنا 3 كوبايات دقيق متقلب عليهم معلقتين كبار سكر ونص معلقه صغيره ملح، وهنضيف معلقه صغيره خميره ونقلب كويس. وهنضيف في الاول كوبايه ميه، ولو احتاجنا بعد كده هنزود. وهنعجن العجينه، وخلاص كده العجينه لمت معانا وطريه وبتلزق في اليد. ولو كانت طريه زياده ممكن نزود لها شويه دقيق، لو كانت ناشفه هنزود لها ميه. وهنضيف عليها 3 معالق كبار زيت ونكمل عجن. وخلاص كده عجننا العجينه كويس وجاهزه معانا، وبتكون طريه جدا بالشكل ده. وهنحط تحتها زيت ومن فوقها زيت، وهنغطيها ونحطها في مكان دافي لحد ما تخمر معانا. بعد كده هنقسمها لكور صغيره بالشكل ده كده، الكرة حوالي 50 جرام. بعد كده هناخد كل قطعة وهنفردها بالشكل ده. وهنحط فيها معلقة جبنة فيتا أو أي جبنة احنا عايزينها، ونوزعها بالشكل ده. ونقفل العجينة. ونتأكد ان احنا قفلناها كويس. بعد كده نفرد العجينة ونبططها بالشكل ده. بحيث تكون معانا بالشكل ده كده. وبعد ما نشكل القرص هنحطها في صاج نكون دهنينه كويس بالزيت، وهنتهنها كويس جدا بزيت الزيتون او باي زيت، وهنرش على الوش سمسم ونضغط عليه بايدينا خفيف. بعد كده هنحطها في مكان دافي لحد ما تخمر معانا. خلاص كده العجينه خمرت معانا بعد حوالي نص ساعه. هنسخن الفرن على اعلى حراره فيه وهو فاضي لمده 10 دقائق. بعد كده هندخل الصاج اللي فيه القرص على الرف اللي في النص. وخلاص كده القرص استوت معانا، وبتاخد معانا في الفرن حوالي 10 دقايق النار من تحت. بعد كده بنطفي النار من تحت وبنشغل عليها شوايه من فوق حوالي 5 دقايق كمان عشان تاخد معانا اللون ده، وبتكون طريه معانا جدا بالشكل ده. وده بيكون شكلها من جوه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا.